توجهت أنظار الأوروبيين نحو الجزائر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في الجهة الشرقية من الضفة الأوروبية، وتدخل عدد من الدول الكبرى في حل الأزمة بطرق سلمية قبل احتداد الموقف بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت تنذر بحرب وشيكة بين البلدين قد تمتد إلى أطراف أوروبية أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية دقت ناقوس الخطر ودخلت على خط الأزمة الأوروبية حفاظا على مصالحها مع شركائها الأوروبيين. هذه المصالح التي بدأت بوادر زوالها تظهر في الأفق بسبب ندرة حادة في الطاقة الحيوية وشريان الحياة بالنسبة للأوروبيين. وفي ظل احتدام الموقف الروسي الأوروبي الأمريكي، توجهت جل أنظار القادة والزعماء الأوروبيين نحو الجزائر كخير بديل لروسيا والنرويج، حيث عرفت تدفقات الغاز الطبيعي وتوريده نحو بلدان غرب أوروبا تذبذبا رهيبا أدى إلى غلق مصانع كبرى بسبب الندرة وغلاء أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية. الجزائر بدورها وحفاظا على مصالحها وشركائها الأوروبيين الموثوقين ستكون البديل رقم واحد في حالة اندلاع أزمة حقيقية بين روسيا وأوكرانيا وفرض عقوبات على الحليف الروسي للجزائر من طرف أمريكا ودول غرب أوروبا بسبب موقف الطرف الروسي من الأزمة الأوكرانية، حيث ستلعب الجزائر على الوتر الروسي والأوروبي دون الإخلال بمصالح وشركاء وحلفاء الجزائر الدائمين والموثوقين على غرار روسيا وإيطاليا. وفي نفس السياق، أكد العديد من الخبراء والمحللين أن الجزائر سيصبح لها نفوذ دبلوماسي رهيب على الأوروبيين في حالة وافقت الجزائر فعلا على تزويد أوروبا بالطاقة